دلوقتي هنتكلم عن التوبولوجي. التوبولوجي هي بيعبر عن نتورك كونفيجريشن او شكل انفراستراكشر الاجهزه في المشروع عندي، وفي انواع كتيره من اشكال النتورك دي، زي التي بي توست بير، زي الاي بي انترنت بروتوكول، زي الباور لاين بي ال، زي الار اف راديو فريكوانسي. كل المشاريع الموجوده في العالم في الكي ان اكس دايما موجود فيها توست بير والانترنت بروتوكول، دول جزء اساسي موجود في اي مشروع. الباور لاين كان قديما في بدايه البيلنج اوتوميشن كان موجود، والراديو فريكوانسي ده خاص شويه اكتر بالوايرلس. هنتكلم عن اهم حاجتين موجودين في التوبولوجي دي، هي التويستد بير والانترنت بروتوكول. في التويستد بير الانفراستراكشر بتاعتي بتبقى كالشكل الاتي. دلوقتي انا لو في مشروع وعدد ديفايسز عندي اكتر من 64 ديفايس، بحط باقي الديفايس بتاعتي على لاين تاني، وبربط بين اللاين ده واللاين ده عن طريق حاجه اسمها اللاين كابلرز. وكذلك لو عدد اللاينات اللي عندي دي زادت في الاريا الواحده عن 15 لاين، بلجأ لاريا تانية احط فيها باقي اجهزتي، وبربط بين الاريا دي والاريا دي عن طريق حاجه اسمها اريا كابلر او الباك بون. ببساطه هو ده توصيل الكونفيجريشن او النتورك بتاعه التويستد بير، بحيث ان انا ببقى متاح لي 15 اريا، كل اريا فيها 15 لاين، وكل لاين موجود فيه 64 ديفايس. ويلا بينا نشوف النوع التاني. النوع التاني عندي من توبولوجي هو الايثرنت باك بون، وهو اني ممكن اقدر اوصل اللاينات بتاعتي دي بدل ما هي تويستد بير، كذلك الاريا بتاعتي بدل ما توصلها باريا كابلر، اوصل كل الكلام ده عن طريق اي بي راوتر. وده فعلا اشهر انواع التوبولوجي الموجوده، ان انا بوصل الديفايسز بتاعتي كلها تويستد بير، وبوصل بين اللاينات بتاعتي تويستد بير او اي بي راوتر عادي، والاريا كابلرز بتاعتي بستغنى عنها باي بي راوتر، اوصل كل الكلام ده على سويتش واخد من السويتش ده اوصله على الاي بي راوتر. دلوقتي هنتكلم عن حاجتين مهمين جدا عندي في السيستم، الانديفيدوال ادرس والجروب ادرس. ايه هو الانديفيدوال ادرس؟ الانديفيدوال ادرس ده هو اليونيك ادرس لكل جهاز عندي في السيستم، كل ديفايس عندي في السيستم لازم يبقى ليه يونيك او فيزيكال او انديفيدوال ادرس. الانديفيدوال ادرس عندي بيتمثل ب 16 بت، بتقسمه لثلاث اجزاء. اول جزء بيعبر عن الاريا وده بيتمثل ب 4 بت، تاني جزء بيعبر عن اللاين وده بيتمثل ب 4 بت، تالت جزء والاخير بيمثل الديفايس نمبر وده بيتمثل ب 1 بايت. وده بيوصلني لحاجه مهمه جدا، ان عندي السيستم اقصى عدد من الاريز المتاح عندي 15 اريا، واقصى عدد من اللاينز عندي 15 لاينز لكل اريا، واكتر عدد من الديفايسز موجود عندي 256 ديفايس لكل لاين. فعلى سبيل المثال لو عندي ديفايس مثلا في السيستم اديته 1.1.18، معناه ان هو الديفايس رقم 18 في اللاين رقم 1 على الاريا رقم 1. والانديفيدوال ادرس مهم جدا عندي في السيستم، لان عند مرحله البروجرامنج ببعت الداتا بتاعتي على الاجهزه، فبقى محتاج اعرف الداتا دي هتوصل لاي جهاز، وده هنشوفه واحنا بنبرمج، ان احنا بنبعت البروجرامنج على الاجهزه اللي احنا عملنا عليها شغل او عملنا عليها بروجرامنج. طب انا لما ابعت البروجرامنج ده هيروح على الديفايس ده بناء عليه؟ بناء على البروجرامنج بوتون موجود في كل ديفايس. فانا اول مره ابعت البروجرامنج على الديفايس دوت، ببقى محتاج اضغط على حاجه اسمها البروجرامنج بوتون عشان يستقبل الداتا بتاعتي اللي وصلت له من برنامج الاي دي اس. فعشان كده الانديفيدوال ادرس مهم جدا عندي في الانفراستراكشر في السيستم بتاعي، وده معناه ان انا عندي السيستم ممكن يتكون من عدد اجهزه كبيره جدا في منظومه الكي ان اكس سيستم. تخيل انت عندك عدد اريز 15 في عدد لاينز 15 في 256 جهازه لكل لاين، فده معناه ان ممكن اكبر بروجكت تستخدمه في مشروع كي ان اكس حاجة وخمسين ألف ديفايسز، وده رقم مهول جدا وكبير جدا. وعلى فكرة دلوقتي مجموعة الكي ان اكس شغالة على ان هي تزود عدد الديفايسز للمشروع الواحد بعدد أكبر من دوت. دلوقتي هنتكلم عن الحاجة التانية المهمة جدا عندي في الأدريسز، ألا وهو الجروب أدريس. الجروب أدريس ده هو الحاجة اللي بتربط لي بين الإنبوت والأوتبوت، أو تربط لي بين الجروب أوبجيكتس المرتبطة بين الإنبوت والأوتبوت اللي أنا عايز أتأدي في فانكشن معين. ودي حاجة مهمة جدا عندي في السيستم أو في مرحلة البروجرام. عندي ثلاث أنواع من الجروب أدريس ستراكشر، الثري ليفل ستراكشر والتو ليفل ستراكشر والفريلي ديفاين ستراكشر. معظم الناس ومعظم الشغل في العالم كله معتمد على الثري ليفل ستراكشر، لان ده بيبقى منظم اكتر وبيساعدك كتير جدا وانت بتبرمج. نفس الكلام هو متقسم دلوقتي لثلاث حاجات او ثلاثه ليفل، المين جروب بيتكون من 5 بت، الميدل جروب بيتكون من 3 بت، السب جروب بيتكون من 8 بت. فانت دلوقتي متاح لك من 0 ل 31 مين جروب، متاح لك من 0 ل 7 ميدل جروب، متاح لك من 0 ل 255 سب جروب. موضوع تنظيمي مش اكتر، يعني الزيرو ده مش بيمثل حاجه معينه او الواحد ده مش بيمثل حاجه معينه، بس اغلب الناس بتقسمها على الشكل ده، ان بحط لك المين جروب بيعبر عن الفلور نمبر، الميدل جروب بيعبر عن الفانكشن الحاجه نفسها، سواء كانت لايتنج سواء كانت اتش فاك سواء كانت بلايند او الى اخره. السب جروب بتعبر عن الفانكشن اوف لود نفسه، انت شغلت لمبه خضراء، شغلت لمبه كذا، شغلت تكييف، شغلت ار جي بي ليد، شغلت حاجه معينه، شغلت ليد سريب الى اخره. فعلى سبيل المثال 001، الزيرو هيعبر عن الجراوند فلور، الزيرو هيعبر عن لاين كرول، ال1 هيعبر عن ريد لايت. فده موضوع تنظيم ليك مش اكتر. دلوقتي هوضح لكم الجروب ادريس ده بحاجه عمليه او بمثال. دلوقتي انا مثلا عملت جروب اوبجكت للباش بوتون دوت، حطيته في جروب ادريس 001، فانا لما ضغطت عليه
هو راح يشوف على التليجرام او الباص بتاعي ايه الحاجه اللي مربوطه على نفس الجروب ادرس دوت. فهو في نفس الوقت هيلاقي ان انا كنت رابط الديمينج اكتيفيتور دي للشانل بتاعته دي على الجروب ادرس 001. فانا دلوقتي الجروب ادرس اللي هو 001 دوت دلوقتي مربوط عليه حاجتين، او مربوط عليه اتنين جروب اوبجكت، الجروب اوبجكت الموجود على الباش بوتون دوت والجروب اوبجكت المسؤول عن الشانل في الديمينج اكتيفيتي اللي هتوصل لي او هتشغل لي اللمبه دي. فانا دلوقتي لما ضغطت على الباش بوتون ده وديت للتليجرام فاليو بواحد على الجروب ادرس دوت، فهو هيدور على الحاجه اللي مربوطه على نفس الجروب ادرس عشان يشغلها، وده بالفعل اللي هيحصل. انا لما ضغطت هنا التليجرام راح هنا شاف نفس الحاجه اللي متوصله على جروب ادرس هي ايه، ولقى ان الديمينج اكتيفيتور للشانل دي متوصله على نفس الجروب ادرس فاوريدي شغلها. تقريبا احنا كده فهمنا كل المفاهيم الاساسيه لمنظومه الكي ان اكس اللي هتساعدنا في البروجرامنج الفتره الجايه. احب اشكركم على وقتكم وان شاء الله اشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجايه. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.